عالم هاتنا بجهاستن بوي معسكري يدوتنا معسكري بال يزكي شبه فيشتيام من جيل هاتنا طهران أم شونا من هاتنا برمدا منطقة الصحرائي بي قلتنا أراك مخصوص يعني أراك دو أدبجن دو دونا إيك دي يا مخصوصة يا زحمتر أو رخك دي بين يعني دو معسكر أراك بين يعني أبرين معسكر أكيد تري حمي أبتكو خافروتي إيراني طبعا خافروش يعني خافروتي يوانا قلتنا توابي معسكر هما تقريبا دسوان دابي بو رمس هما كر إيراني هكر الويري هبن حرس وحماية هذه طبعا أبا طبعا الويري عمل وفتر مون أم موين وجود عمل إخصيري تقريبا أمل بستو حفتنا هشتي وإيكي هاتنا إخصير كرني بستو تشاري هشت نوطي أم زفرينا يعني معنا يزيكي ده صالكا ده صال كم هاي باكي ده هاي باكي أنزياتره كان يعني ده صالة عماينة اتوان معسكري إخسيري به بفترة طبعا ديري شو بيجي يعني ده صال جلاكن يعني وهالروجك وكي صالك بي تنشج أو أحداث يتبايدا بي مروف هميا بيجت يعني بس عندك ردونا عزي بيجي يعني قالك خلقك إخسيرا الويرة تقريبا عن طاقك بي قوتنا بدريا خسرو مع مقبرة بي مقبرة همي إخسيري بي يعني تقريبا نزيكي سي صدى فتره ويرهاتنا بشارتني يعني كان روجب أنا دحصال جلاكن ويرهاتنا بشارتنا طرميتوان بارنا كم نهاتنا تحبل كمين من ويرهاتنا بشارتني الويره هم جوربة يعني نيفرو 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 درجه فتكرن قصعة خارن يعني توزيعات كم بري خود قل كان طلقة هاتنا هابتني بس نين زين ما هو شو مسألة أم جهاتنا جربة هندك إيش جربة أم أسخب جربة بيم يعني إثقاع بابي بس شو مسألة قوتي أبا قو بين خالد ما هزير كير بين خالد معناه شر خلاص بي بيانا شر روصنا شرية ما هزير ناكر إيك يا خالك ديوانية عقلي بتكن نتماما يعني عقلي خوش داس داي نوی بیان خالده هماوی بیان خالدی خلکه که مجیل قصعه و خوارنه توزیع کرنه جندی جیر سر دایرو دارت قاعه یت هین رخوریت یعنی دورو برت قاعه اوی هما خود سیم آوادی کرو و بن سیم راه چو و قصد جندی ایران جندی سر ایکل جندی اکل خوری بی جنديك الصلال بي مضى يعني او جهة طيبة جهة مراقبة هما وشد تفنقاو جيبت كت وطلقه صليك لترة كجت ورنتا مقابلة طابتا ابي دي ابي الصلال ابي تكجت ابي دي جبرين دارت كت ومعسكري وفاتري هندك هبين هر حماية هتهافي جنبت ولطين تكجت او يجد كجت شي دار كيف شنو هذا الدرجه قال شي ما قلت والله ما اول استناج هشتم كم قلت بيان خالد معناه شر خلاص في خلك كي وصى يعني هذا اخسر 100 وصى هزلت كي كوي شر خلاص بي مهم او ريدون هاتين دو جندي كشتن واوجهاتها كشتن يعني خلك نوي بيان خالد بي خلك ديوانيه بي طبعا انا بريدون اي بيش مني يا تريش احداث قالك يعني انت وسجنة أو نفسيات وقلق مون يعني هريم روبا سيطرة السر وضع أخوي عقلي كربت والنفسي كربت إلا يعني هاتي تكشون يعني قلق وضع قلق زحمت بي يعني بو نمونا أسشم بيشم تروجة كده من هزر كير يعني من هجمارتن هفده شرد روجة كده شي روجة كده هما إيه تشل قلق وقبدا خبرة مشتتا قلت آخبت يعني هذه مثال قديجي نمجلك يعني يا غريب يعني إيكش خلكي مغضابي احتمال برفرسكي مظن بيه بعسياج بيه
بس أو يخو دين كرآن دين بي أكيد يما يدين بي يعني نتمام بي لو إذ بشتتا ده طبيعة يجدني ده بشتتا فلان كاس يك هنجي شر خلاص به هكا تقول بي بخده شر خلاص نابد ده هزار خبر عليش هون دخول تاتت هون ده قصاب اشتتا يعني ده وضع دخول يعني شر تاكت يعني هكا قلت لنا برادش ما ده بشر يدس بيك هكا دوما هيك كشتبو هابت يعني شر حمل دي بابتا والله يعني شنو كان يعني دي خلاص بد ده بش والله ان شاء الله بلكي صالك او ده بيصالك قالك شي صبرني سنه شي صالك يا اخو غيره ما يصير اقل شنو بد تو كم كي ام دو يعني فطبعا طبيعتي الزون يعني ده بش والله يصير يصير اقل يعني ايش قد ان شاء الله شهر يعني ما يصير اقل يعني هي بك ايش كم ترتشن بل ليش ما يصير لا ولد بيجي ده بيجي نابره راح لف راسك ونام من تقعد والحرب منتهية ده بيجي رحم الله والديك ده يدخل أن يتبع ما تشيك دعابه تكل داشت يعني معنى وضع يعني قالك آلوز بي يعني أنا مثلا ويري راستي يعني الحمد لله قالك إنما همية الشياء سيطرة لسر وضع إخوي نفسي بكين يعني وما قالك هاي كريا قالك يخسير أشكري وضع أنكم وابا محناك لازم أم صبر كيش بين وتحمل بين دا شفي محنة درباس بين هكا أم صبر صبر خونا كيشين أم دي قالك قالك زرارك معظم بين كرت الويري راستي أم نوكي عربا كيم تربين بهديني هشتا كيم تربين صورة صورة دي شما بتر بين يعني إذ منطقة بهدينا قد بيجم الويري من دوية ديتين يعني مكزينا دي تدو سي والله تقريبا أو منطقة أمل يعني قال ما مسيدي تيني إكش وانا نبي سعيد بي برواري بي أبجي ناري خده كري نمايا إكش وانا نبي إسماعيل خلكي سغانا يلزاخوا هاي إك دي تريجيك خلكي چرعي بي نبي سليم سليم أحمد سليم 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 أحمد سليم أحمد نزابي قابي كامانا نمانا وطبعا العرب ما قالك هفال هابين ما قالك يا شان صالة قال يقول لي خلك الديالوي ما بي سعيد حما أبو صباح قلتني سعيد حمادين نكجس تلفون أو يتكلم أو تلفون أو متكت هيك جد نبي عطية أو جيك هيك نبي تحسينة خلك الديالنا والبصرة والفاو والخو بغداد وموس ميسلو وسامرة وهرجها كهب خاصة يعني مثلا أولد من قالك مثلا ما قالك يا بورن تشكو فتراك من بريك وضع نيت الوز ببت ام وضع يعني ايرانيه تدخل ما نذكر قلت ما قلت ام دي نيفيجا كين قلت نيفيجا ما نيفيش كرن ما من اس امام بي من نيفيش بشوان كرن خد باجت خوند بيش تي طبعا حتى 4 سنه هم تشكي تقريبا نوع ازاديه كبي وبفرق جداهي ابشيعيه السنه هاي هاب كرهاب بجيك بس من عامانات كر يعني بس بيشتي 4 صلاة لا ممنوع بي نبيجا سني ممنوع بي نعم آمين أما هاتينا منع كرني إش نبيجا منع من كنا من نبيجا كن نبيجا جمع إشي ناكن جمع ناكن هكا هين بكن ورين دل دي قال مكن دي وك مكن هكا نبيجا دي تلي كنا طبعا أبا طبعا يا هبالك قالك عزيز سيد عبد الله عزاوي خلكي قرية السادة هرب ميسلي منطقة ميسلي ما بين سامرة وميسلي وعلي وعلي حسين كبي و ميسلي قالك ما هفال هابين يعني بهربت النابتون اش بيرا ما تشون بس هندك طبعا يتماني البيرا ما هش بيرا ما تشكو ما عمرك يلقلك بران دي انو كاجي ام يت هفال تاكين و ام تلفونا اللي قالك اخبين جيكو و يعني تنسرا مد هندك جرى سرا سرادان جيت هين يعني أسخانة شما بس أو يتهات سرا ما داي لفترة ما بوران دي مثل عسكرية خسيرية ده يعني بوضع قلق آلوز بي وحتى كو أم مستيام هاتين طبعا بستو في فترة ده صالة قلق يعني ومداك جبوري يعني قلق ناف البيرامة نومينة
بله پشتی شر تمام بی هشتی هشت هزار و نهصد و هشتی و هشتی ام نهتن بردانی اماین الویره تخیم تبادل چینه بی وضع گلک آلوزی ولو شر نما وضع مش خوشتر لیهات سجنات سنیهات گوریم چونکو معسکرت ما جبهی و گریدائی بی این وضع ما جبهی و گریدائی بی چی وقتی جبه گرمد بی وضع مج نخوشد بی ضغوطات زیدت بی نسرمه یعنی نحیا یعنی خورنو و خورنو در کتنو تعامله یعنی نخوش بی جبهی بگیری دای بی بس پشتی چر خلاص بی وضع ما باشته لها یعنی تعامله که خوشتر گلمه ها تکرنه و گوته ما هندی زبرن یعنی حتی وقت مناسب وقت تکتید وقت زبرینه اینه زبرن انشاءالله این معنوات ما باشته لها بس ما هم دو سلام هاو هشته و هشته بی النوطه شنی شره عراق چوت کویتی دا شره حرب خلیجی دست فکر طبعا وضع عراق ایران گل امریکا هنگی طبعا نخوش بی ایران نزیکی عراقی بی اتفاقات چی بید ما بین عراق و ایران دا و مشکل خواه برو حلکی بب فعلا چی بی یعنی تقریبا النوطي هيبا هاشت يا هندك الوجبات بري ما برن امج وجبت اول يعني هاتنا بردانت البستو تشاري هيبا هاشت هزارو نحصدو النوطي ام هاتنا بردانه انا هات معسكر بو معسكرك ام انا منطقة ديالا منصورية الجبل معسكرك الويري طبعا الويري هر محافظة كعراقي كشن محافظة هنجة هاي يعني هجدة محافظة بي هر محافظة كرقعاك كان دبي دي تشي كتوكيش محافظة دي تشي البش بي رقعي راوستي وكان دي من كان دي وفعلا ام يدهو كبين الده ده مروح داخل يخسر طبعا بيشتي ام برينا منصور الجبل الحدودي تشلوبينش تسليمي وان كيرن تشلوبينش شوانا والجرتن يعني هر سيارة كي تشلوبينش جدي داخل تشلوبينش تسليمي وان كيرن وتشلوبينش والجرتن يت ايراني ام هاتين وقت رقعة دينانا وتحت يعني ترتيبات شكل من هاريك تشدف وين رقعية ورقعاتي تحديد كيرني ام بينا ده ولات ام اینان يعني ام هو شبيب هاتين مسلم ساعة سي سي بتشتكي شاف بشت يعني ام جاشتي ندهو بلا بشتي ام جاشتي مسلم اش ديالا وام هاتين برو دهو كيفا ساعة سي سي وتشتكي أم جهشتين دهوكي خلقك نبستي بيجي بري هنجي مالامل دهوكي بي بس من زاني ايش دهوكي چوينة زاخو يعني جلويري هاتن أم تسليمي شعبا شعبي كر شعبا حزبا حزبي اليو حزبا بعث بي ده يدهوكي بي ده بين سي الزاخو بي أم سي الزاخو أبديت أمديه ودوره برا ودهوكي أو إشوان أو بين يعني الدهوكي ساعة سي والله بي أماين ويري حتى ساعة ششي حفتي وصا حتى فجري طاف دركتي عندك الزاخو هاتن هر أو تابعي وشعبي بي بر برس بينش جهاندنا إخصيرا بو كاسو كارتوان لویر ام وان ام استلام کریم ام برین گوتین مال مال دهو که بس نظام ویگا بیا حتی زاخو اوی ناوی ما خواند ای که شوان خلک زاخو بی ناوی عمر بی نظام مایا نمایا امیم اوی ان یاسم گوتی تو نبرای دکتور علیم گوتی بله آب گو پانه او مدیر ما یه بیتاره ام گوتی والله از ما گو از مالاوات کبم
هش چتره بلا جامری ام سی بین ایک سغابی ایکی کرنی بی اول از برم از تسلیم مالی کرن و او دی برن اوج تسلیم کرن ومنا چوما مالی بری هنگی من حفتی و سی جن اینا بی وقتی از حاتی میخسر کنیم چار عیال هلی من دو کرو دو کچ هلی یه بچیک کرک بچیه بچیک بیت او چن هی بگی هی بکتی نبی تقریب وقتی هم حاتی نیخسر کرنی از حاتم بی صفات چاره ابتدایی اوید مصر اول چاره عدادی بی اوید چاره عدادی بچیک بین نه چوب مدرسه جد اتصالك شو تشوف المدرسة ولا ده صال عمرك يا بوان غريب بي يعني وكيف ما هميها طبعا هرك شو لي خدي أم داينم جهشت إنك بكاس وكاري تخا مرة بس خاوم ولا خبر طبعا ذري أمان يعني أس موظف بي الكربلاء إمام خطيب بي يعني وقتها شو مع عسكري من خانق النكت شو ديها هز أس تابعي كربلاء بي ان چون نشوم بیشتر ساله که ولی بری ساله که جیگ بیجا اف هجره میلیونیه و وضع عراق و امریکا و وضع گلک شیلا و آلوز بی یعنی عراق هجومی منطقه شمالی کر یعنی و طبعا خلکت مجبور بی بره ونو بره خود نتیو و قصده سنور ترکیه بود امجل گل خلکتی داخو يعني كسر نشا بمينة الزاخو الباجيري خلك هيك تيجي جميع المنطقة يعني مش خلقينا مليوني بي يعني وهاي با شار دابي وبارانا باران ووديو هم سيارش نبي هم لور ياب سيارة هم أخو جهان ده تيا أم درباز من شوينا شبكة من سر كشاني واندرادا نزكي حدودي روجا ترى ام درباز بين چونه حدودي شني هلا تفكرني بري ما عندك كشت بينجي هابت بينا نهلا كز داخل بلد هيكي خلكي كشاني حاج عمر بي رحمه الله خدي لي بري ما بروجا كي هاد بكو يعني او جندرمت سنوري حدودي رمي ليكر هاتا كشتي بيشتي هاتا كشتي نو عندك ديج بريندار بين شنو بجا وضع تكي سهلت لي هات گوتی بابا همی بلا به همی داخل بین دیجا روژا دی هم چون بو مسهل بی کس نما به حدودا اما هم در باز بین هم چونه منطقه که گرنه شرده بفر و باران و بی یعنی بهار بی بس اون منطقه زوزانن بفر الویره ها بی یعنی همی بفر بی یعنی بر روش بچکه رش ببین بس نزار همی چیا یعنی بفر بین یعنی اما نویره حتی رمضان هات بری رمضان بیاخته همچون تقریبا حتی ما چند روزی منشا بگیرین یعنی خلک یک پانه شفر زبی نشید روزا بگیرین خود چند روزی ما الوقت ملویره هات ما خورن یعنی ویره بری عیده والا اخبار یعنی گوه خود ده اخباره و تو وضع جش عراقی هاتی و وضع گله باشه و چل کسی ناکن کس نگرده و بیان قدر خستی خلک کمی بیت عفی کرین و والله ما جمع میگوید والله زیاد خوکر و رگ من ساخ بی میگوید بخدا اوه میند دی اوهش اوه دی نامیند یعنی و چو علاج نینه مده و خلک وی سارمایه و نخوارنه نه علاجه میگوید باب خواهد بی سردمی دا میگوید باب خدا از دی رابم چون میگوید ما تو دینه میگوید بخدا همه هر مرن همه زیزه برن همه و با تاکت چطور تینه عیال میگوید خدا از این عیال نچه بله ام وقتی ما داره ام ها طبعا جردانی خوشتره ام سحار زی هم هاتین مغرب درنگی هم گهشت نه باکیفا بیا عیال المل گلمه کد که ما بچی کن ساخت اوش دسته مداب یعنی بعد هل گردو ما انده جراب بیاد اینا
حتى مجهزش نبيري ورا الوري باش في كوسترك هندك تدابين داشنا زاخ ولا مشونا ما قلت وان قلت كرم كمان قبل قال وان سيار يوم هاتين زاخ وهم هاتين هيزا والوان درا جيش الوري بي عسكري بي شونا قلت اما خير هاتين وصف جابا يعني باش بي يعني شونا قلت اما ولا هاتين ام مغرب يعني بشتي مغرب شاف ام جهشتنا مالي بشينا مالي برا خدينا مالي يا طالان كيريا طبعا باش يا خاني يعني تشتد بريم خواه بس با يعني درجه همار جهشكان دينجي بيام شونا مالا خواه ام ما نوري طبعا بشتي فترة كي والله خلقه جيك همي زبريني وضع هاتا بشتين جي وضع هاتا قهوريني وخطي سهو بينش هاتا تحديد كيرني ومنطقة هاتا دستی شان کردن که عباد بن حمایت دولی دانه مهم وضع گلک باشتر لحات پس بامش عراقی هر و نبینه یعنی ما علاقات هاتونو چونه های بس وک اداره چه علاقه عراقی و نمانه یعنی وک سر بخویه که ما پیدا بی الله مقصد وظیفه خوک اچوم کربلا اچوم مباشره خو نویسی و چون کربلا جلوی رژ انتفاضه ها دیکرنه اویج کا بالعکس نگما باشته بی لبره هما یعنی دمارک خانی هما جبنی را کر بی تدگوت او حسینی و ما حسینی نه هلا بی هر جه شرک تده ها دیکرنه او شر هما او جه شفر را کر بی نه هلا بی مرقد عباسی و مرقد حسینی حرفان دی بی خلکه که خو خلکه وان چون او درگه توان زیرن طبعا تران کربین چی توان بربین یعنی اچو ما ویره والام چون دایره و ما داو ما خکر ایپا منطقه دیره و ما ترسیه جی یا نخوشه یعنی من سبوع اکل ویره و چند روجال ماله و هنده جار از رامی بس خطبا ازاد چی ما ویره دا خطبا خوخوینم و دا ایپا از هر خود دو بچیم گله کب زحمته یعنی دیره منطقه راست هده چه میسیلی بقیطاره چیمه بغدا دا سیاره چیمه کربلا نوتو دوی مولا من عریضه تقدیم کر وزارتی من گوتی بابا از خلق منطقه شمالی من نفید از بیمه نقل کرنی بو ایکیش مزگفتید میسیلی فعلا موافقه ها تکرنی از هات ما نقل کرنی اسفلت نقل كرني بو اوقاف مثلي اوقاف مثلي اسفلت ما تنسين كرني وك امام مسجد جامع محمود الجليلي حضيره الساده منطقه كلسر نبي جرجيس ده من الوراس امامتي متكر اس خطيب جامعه ملا سعيد بجني مقابلي جراج الشمالي الورا ما خطبه خانده حتى تقريبا اس بي نوتو سي من محاولات كرنكو اس بمن تقاعد كرن شو من عريزك تقديم كير ام شو شفوي والله قلت مدير حاله مسيره معانا قلت بخزانه والله تقاعد نما يا كتابه هاتي ممنوعه كسخه تقاعد بقول باشا اجازه براتب وصالك حتى صالك تاخذ الكلمه قد كل وضع الدنيا قلت من والله كتابه هاتي اوج يا ممنوع وبس ام شنت شكي وتبكين قلت في وزت نقلي نبي شيت كم النبي شيت مدرسه كشش حفظ غرفنا ام درجه داخلي جرين درجه كش درب وتبكين اهلي خبينا فيري ام شن هاري كاري تبكين قارون وبخارون وام قلت ما راتب قلت حتى قراج ام شن هاري كاري تبكين وك مديريه مگوتی والله ازی بر خمبر خدای هرش خویه بس مگوتی نگوتی نه گوتی بلا والله امری من اداری در خس از تنصیبی از نقل کلمه جامع نبی شید اون مرکز محافظه مصر چون دوام کرد بر خدای گلک یا زحمت نشب اهل خبین مغیری رابیم چون جامعه کوفه من شهادة خوينا أساتم دهوكي من تقديم كير بو تربية والله البيرة سبحان الله
وجبك هذا تعين كرنش ما مصطى نوتوسي تقريبا بنوتوسي يعني النوتوسي أصحتم هاتم تعين كرني قبل كرني أصحتم تعين كرني مدرس ثانوية إسلامي زخ ما لما زخ مهم دوام كر يعني الويري بلا ما مسلش ما باب ياشو ما خدمة خوجي شو ما خدمة خوجي هنا خدمة عسكرية وخدمة مدني يا أوقافي من أوجي هنا من أصح يعني من سر ملاك التربية أز مدوام كر التربية بشتنجي ثانوية إسلامي هات الأهواء كرنا أم توزيعي سر مدرسة ديكرين أز شو ما مدرسة جلي في فترة دا بری از بیم نقل کردنی بو مدرسه گلی ام هاتی نفی کردنی طبعا پشتی ما پیوندی به یه گرتو اسلامی کردستان کرد تا نوتو چاره بی بری هنگی ما پیوندی کرد بری بیت اعلان کردنی جی اوانا زان یعنی وقتی بی حسان ام چند ما مصلا چار ما مصلا برگل خشکه که ام نفی منطقه سلیبانیا کرد ام چهار ساله مان نفیه دا گیری طبعا به فتره دا جگ آلوزی و چند جارا جگ ام هاتی نا گرتنی و یاد هاتی نا اشکال جدان جگ وان گورا یو وقتی چند روژکا نن گله نت کشا ده روژک شش هفت روژک هر فتره چند جارا ام هاتی نا گرتنی ساش ما تحمل کرو ما خورا گرتو ام ماین الحمدلله پیشتی چهار سالا امش بره زوران دینه و اما نماتی نبه گواسته پیشتی اینگه امچون من مراجعه تربیه کرد گوتی هنگیرتی جهت اکینه ولا جارا که ام او هاتن سردان آمه کرد بگوتی بابو وقتی که ام بودی ام ایرانه بی هر کسی اخسیره که عقوب مخالفه کر بیا هات به عقوبه کرنه هندی مسئوله کات با جارا کادیش در عقوبه يعني هندي هات اول ويري بمعنى سجلات نوبي ويري ابي مخالفه اكيد هندي ايك هات بعد دا باب ومن مجاره كي از گشت ما سزا اخوا ما نهر دي من سزا كي مگوتي بون ام يحلو مساله ما بن ام چين تربيه مدير بيش والله نگرت يد منا امر ود دست مدانينا ومعامله ود رس اندخ هر وقت شك بو ما بد ام ينگرت فلان جهتي بجامت ما گفت یه بار که ما آگه جنینه این گفت مادم تا آگه جنینه گفت هکریت ما بین خلال اسبوع اکادی دی دیار و فعلا وعده خواب جه اینا نبی اسبوع که حواله که مشرفه بی تربیه دوه که تلفن همه کرد گفت ما مصطوی نقل بی من گفت بو شاری یا گفت نه بو زاخو والحاصل ام هاتی والله ام چون برای خودنی والله امره و گوهستان ما بو زخواتی هم تربیه زخوان تنصیب کرد بو مدرسه آماده گلی اعداده گلی اینگه ثانوی بی گوتن ثانوی یعنی معنا اش ایکی متوسطه حتی ششه اللی بین پشتینگه بی ثانویه آماده ای یعنی ما چار و پنج و شش ام تقریبا نزدیک 19 ساله که ما نلویره پشتینگه اصحات ما و گوهستانه بو آماده یا دجله حتی از هات ما خانه نشین کردن هات ما تقاعد کردن نوزده هات ما تقاعد کردن طبعا بری صحبت اخوا از داشت بیر نکم یعنی نوتوس چاره اعلانا یک افتو اسلامی کردستان هات اکردن ام بری راسته بری هنگش ما الهشت شیستو هشته امل گل رخراوا الشباب المسلم گنجد بسرمان ارزاخو ما پیوندی هبی یعنی سیداک ما هبی بر برسه ما ملا سمر خان بیروسی مامستاکی گلکی جهاتی و مامستای در ملا اسماعیل مکن احتمالت ما اشارات اقدابیه ما اجازه ورگردی اوی گلک مربیه که یعنی خودش راضی بد
نايش بيرتني شوي برح ما خدي خدعتي كت يعني أبي جلك خمش مخار جلك جاب خدامة أم هاتينا فرده كنت جلك يعني حبي نصايح وتوجيهات وتربية وتعليم يعني أبا تقريبا بيرا بشينجي طبعا هم أختي هاتي يقرتو سلامي كردستان هاتي أعلان كرني والدوكي رسميا ما بيوانديب يقرتو إسلامي كردستان كر طبعا طبعا ما نقل يقرتو إسلامي كردستان زاخو وما قال هفالة وبرا ما يعني كاري خواب كاري رابي كاري ما خواه كاري برابطر كاري خير خوزية خزمة خلقية بي يعني چه صلح بن سرادان بن خزمة خلقية بن ان جن ايلان دم بد ان مثلا هر كشا كهابت ما بهرا خواتيت اخسنا خزمة خلقية رابين يعني الحمد لله فترة كي اماين حتى كوبية ملبنجي قال بوست كان بوست اكش ما ورقرتن حتى كو فترة كي بري مؤتمر بتدينا دني صالة كي وصاشيك من بر پرسیاتی ها ملبند زاخوشی کرد پیشتینگه نه من خواه ترچه نکر مجال بو سیده های دیتره موکر که او پیر رابن فعلا یعنی پیر رابن الحمدلله یه گرتو من وصا دیت وقت قطاب خانه که نکو بر وقت و اینما یعنی عطا که بر دوام چی جانب روحی دابد آن جانب معنوی دابد آن هر همی جوان بودا یعنی فعلا روحه که دیتا مروهی منهجه که دینتا پیشا مروهی طاما اسلام دیتا مروهی فعلا یعنی طاما اسلام مروف سحت کت اسلام که صاخ نه که چاولی کر و تقلیدی یعنی بر راست هم بر اینگم حتی رخراوا یعنی یا گنجد بسرمانه منظمت شباب المسلم يا قرتو منهج يا قرتو جواز بالقل منهج وانا إذا شيء بيجي يعني فرقة ياك وهاي يعني بيش كفتنا كتطورة كنية قري عصري يعني طبعا هنجي بداية بي يعني أنت شخص الشهر الزاجك نبي هكا إيش مثلا مثل هذا ما أنس قطابيك الفيرا مثلا سيدة الميد طلع احتماله يعني خارجي إعدادية بي كزما مستاج كيم بين يعني قالك كيم بين یکو کار پرورده اسلامی رابط یعنی یا تربیه و دعوه اسلامتی بکن یعنی راستی خلک مجک الحمدلله هم سپاسدار خلک خوش که درگه تخوال المنه گردن یعنی هر چند زغط تابیل سروانه بس درگه تخوال المنه گردن درگه تخوال بمفاکرن و امجک یعنی چجا یعنی جامعه وانا اجبیر ناکن فعلا یعنی حتی کنو کجک ام یعنی پیشتی هاتم خانه نشین کرن ایجک الحمدلله ام هر بردوامین پیشتی همش پوست چو پوست نور گرسن ایجک از هر بردوامین سرکار خواب کنم جندی ما جندیت یک گرتو هر وقتی کو محتاجی ما بین امجد از خزمت داینا یعنی چکو ما روحا خواه دای و او مصیر ما دین و دنیا یا آخرتیش انشاءالله ابی کومه و یا گردو اسلامی کردستان و ان بینیم باشترین منهج رباس بو پروردکن نامرووی بو اسلام خوازی و بو منهج اسلام درست یکو پیغمبر صلابت خود سرم پیهات شرط بو خلقا گرین که بدم دمیکو امت چون معسکری تخصیلی داد معسکری دا اما المنطقه که بین 14,000 تخصیلی بیمشتی که هم چون جه دیتری هم تقریبا هاتنا ودر کرین قسم بین
تصميمان يزيكي تقريبا او منطقه كده يعني يزيكي هزار خسيره كده بين يبقى عقا عادي الويري يعني خلكي ما راسي صادبي يعني راس زاني بصرمانه زاني يسر مذهب اهل السنه والجماعه انا حتى عبيت فرق ديتريجي هنت اهتمامه بديني وعيك ديني نبي يعني شي بجن يعني فراغك عقايدي هبي امبر خدان ابيت ما ندير متاثر بن هم افكار ديتري اسراب ملاب حواليا چند برا یک شوان برا خلق دیالا بی ابو صباح گوتنه دست خسته که خوش هبی سریع بی مگوته مبکارا که را بین گوتی خیر بد مگوته امده هندک نامیلکا هندک ملزمات چکین دا وکی تحسین فکری اکی چه بین دا بشین خورا گرن یعنی چکیش مذهب خواب زانن یعنی دین خواب زانن ابرا بین ما چار نامیل که من نویسیم چهار دفتر من اینا دفتر صد بین والا ما مگوت اوی نویسیم نامیل که من بو تجویده یعنی احکام تجویده بو خواندن قرآن خواندن درس بو قرآن جوا خلکی ما برابطر قرآن و مجیل بین جبر کردن قرآن و خواندن قرآن و خلکی که خفیر قرآن پیر بر اینگه عالم برابطر عسکر بین یعنی مطاوع بین بله بجام مرابين ما او نامي الكنبسي احكام التجويده علم التجويده يعني هندي تشتت السريمه دا هاي ماي ما نبسي وجانب فقهي داجي فقهي امام الشافعي نامي الكادي تقريبا نزيكي سط ورقه ما نبسي اش كتاب الطهاره حتى هندي تشتل الذهن ما ده طبعا مرجع كتاب نبين يعني ما هو او بيا ما البيرا ما الهزرا ما نبيسين يعني او احكامك وخلقك محتاج بد السيرة تا بيغنبري دا صلاة خوة سربن ما هر وصا ناملكك دفترك يعني ما تجي كر يعني جانب عقيدة دا بيرو باورة دا هزرو بيرة الإسلامة دا أركانة إيمان وأركانة الإسلامي قوري مذهب أهل السنة والجماعة ما چار ملزمة والحاصل ادوان بابا تدا نبسين وما درسيني قوتنا حوالي تخوه يعني ما نفيا قل زيداكين هر دودو هر سيسي ساعتك فترك يا آن وقت ام برداين يا فترة استراحي يا ما تشيبخا بيو بيشي ما ابو اقدو شرح لكن مهم حتى حكار ايق بيت مناقشوان بكت خاصة ترويجا مذهب ديتي هاتا كرني يعني منهجي طبعا ايراني بتشجيع عندك اللي دي ممنوع بين ما فتر خمجي خو ما خلك ما بتجري دانب مذهب خو بيرو باور خو دا نيته سر دا برنش طرفه عندك حسابه طبعا يعني الحمد لله راسي اوي فايده خو جلك هبي جلك خلك ما حتى بيجا بيجك هوالد ما يكل خو البصره اهل السنه والجماعه الويري الويري جندرا تليفونات متكن و الديالا البغضة السامرة المسلة بيجم خدا أو روجنا نجبر كرنا أو تشتت ثقو تنامة هر البرامة يعني سبحان الله قوتهم هاتين وك أساسي أساسياتك الجانب العقيدة ده الجانب الفقهي ده الجانب السيرات ده أحكام التجويد ده وخدا ما يعني البرامة بي يعني هيش ما استفادة شيء كمهم فايدة خوهابيد بيسر دميدا كو خلتي ما بالي هنجي اهتمام ندد معارف الاسلام هكر معلوماتك هبد يا بسيط بي يعني ان يعني تازه هم باش نبشكر ما اندين دار ما يعني بر خود يعني تازه اركان الايمان واركان الاسلام الزان يعني ابا نقطه مهم بي من فيا الاشاره تبدمتكو يا وقتي عم تونويرت وخلتك خالي بي من دي بر خود دي تاثير الوانا يتاكرني البيري من بيت أس إشارتي بدن بو خالك قادي تري أبايكو ما دستك إلى أختيان جهتنا ريزت يقرتو إسلامي كردستان ما ديت يعني وك مدرسة وك جامعة نبس جانبي يعني دينداري و تعليمي
يبهر ذاكرني وشي حديث بيت سنة بيت تاريخ بيت تاريخ إسلامي بيت سيرة نبوي بيت نبى سبب تنه وإنما جانب سياسي داجيك أم داخلي ده دورة وش أمشين بيجي ما ما جانا خواب همي محاضرة ودرس ودروس ودورة وزد باري دورة يت مجتمع مدني ويت سياسة فقير داين انتخابات فقير داين جانا سياسي فقير داين وعيك سياسي فقير داين أو معلومات تبدهي بو سياسة راسي درجلة درجه أو درجه المذاكر أم داخلي وان درجه غابين ما جلك استفادة جيكر يعني راسا أم دين دارين تشوفوا أم جماعتك نها الدين دينين بتنيا ما دين وسياسة هردو الجلك قناعته ماكو إسلام دين وسياسته شنابته هما بس يعني إسلامتي بس نبيج تنينينه وإنما هرت كارك يا أمبراد بين نيما بس تقدرس نهبت إنما العمل بالنيات يعني حتى كاري سياسي خزمة خلكيبت هر كارك يا أمبراد بين أخذ وان دورة برخ دورة ماذا أمي داخل جل دورة بين السليمانية بقرا الأربيلة بقرا والدهوك بقرا وجدرفي ولاتي جيك يعني خصم جانب الدورات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أم داخلي جلك دوان دورابين ما استفادة جاكري جلك محاضرات هاتين استفادة شوان محاضرات هات ياكرني ما أم في دوري هني ما راسي جل استفادة جديد يعني وحتى نوكاجي جانا تاك شخص يجرتو يعني بوركة الشيء جانا خويا بوران دي همي درسوا محاضرة ودورة وحتى نوكاجي بردوام شكو جانا يعني من هجوان يه هاتير يعني سيرفير راوصاية يعني نا معلومات مروبي تينا راوصان دني نا تربية مروبي تينا راوصان دني نا بيرو باورد مروبي تينا راوصان دني وإنما استمراريتك أبو هاي بردواميك أبو هاي برهند بروحة برهند أفيري جلك أم خلام ما إشارت بدا جلك مهمة أم في منهجي بزانيا منهجكي إساخة الشبجي روح دتا إسلامتي روح دتا بيرو باورد مروبي طامك التشيان مروبي يعني أبا جلك مهم أبو مروبي بصرنا هر واسه مدبیت از اشاراته که بو خلقادی بدم او جیک اوه یکو سرداند ما بو جدر وی ولاتی جی دولت دورو برید ما گل حوالا اما چند سردانه که هم پیراد راستی او سردان جی گل گل مفا بینو قیمت بینو تیر معلومات بینو ما پیوندی گل لا أنا بكر وما جلك يعني شخصيات زانا ونخاصم يعني ما مصايد آيني ويترف شمبيري ما بيوندي إبوان كرو سردان أوان دايو وبيوندي باش مرجل وانا جريدان وك هواليني يعني نا وك جانب سياسي وإنما بس وكي جبات وك علاقات جباكي اجتماعي ملقل وانجردان هرواسا خلقا دي تريجيك مبدء اسشارتي ببدم او جيكو چونا حجي راسي حج دو جارة چوما حجي الحمد لله تعالى كرم اكير وك جارة كي وك مرشد ديني وقت اشتا وقت يعني 2001 بي بريكو النظام العراقي بروخت ما القلوانا جيك هم چون حجه سیارا بید بی سر دمیدا راستی اویشه که راستی هم کارکی بیروس را بین که توجیه ها حجی ها و ما یعنی اندی ما پیچه بی
ام نرى وصلنا شي درس بن محاضره بن توعيه كا ديني احكام حج وعمره وهر شيء بي دي في حجي كدويرك ومحتاج بت امل بشيوان بن مال برن جهه بيروزو و او او اركان حج اركان عمره وان جهات قدي تشوا بريفا بيان يعني شو حاجة هر بسيارك هر شيء بيا بسيارك هاد بيكرني ما تخسرين نتكلم بيراد راسية بي هر وصا جرا دوي جام چون هر وصا سيارة ريكا بالفرا هوليري ام چون ملويري جي راسي او جي جلك يعني استفادة جي جرس وك نوك مرشد ديني وينما هما اس هوصا وك هما بي وك وك حجيك عادي عم تشون يعني بس قال خل قال هندج ما هر يعني محاضرة ودرس وبصيارة خلكي وما جاب الدان يعني أم هات أبيش قراصيل قال هوالا لك هوالا قال ما بين لك وجارك ديج أم عمري جي عم تشون عمرك يعني مجموعة القلب بيج فهم همي القلب يجين خلكي من منطقة بين ما بين هوال بين كاسو كار بين حتى هن عائليش بي ام يتشون راسي بيجيك طامك وقلك خاص بي و او سفرة يعني خاصة مسفرة سفرت حجي وسفرت يا عمري ناين اجبير كرني هفالت مرو بي ناين اجبير كرني چونكو ركا كابيروزة طامك خاص صحي و هفالت وي سفرة هفالت كو دائما يعني ناين اجبير كرني هر البيرا مرو بيجيكو و او برهاتنت بيروز تو وبوجهة بيروس أوانج الطامقة يا طايبة هبي يعني ما راسي ناينش بيرك أمبير رابينا الحمد لله أفجك خذت الله كلامك يعني أمشي يون أركيك وسر ملدنك وكواج بحجبي أم دجاج من الحمد لله وما عمرك جك باش بي الحمد لله بوانجهة بيروس الرجال يعني ياسو هوالو دوست جانيا بر دريجا وقالك رودان واحداث يفسر ما هوتين وما قالك يديتين همي ام نشن خلال ساعتها كذا بيجن وانما هكرم تفصيلا داخل بينو بيجن دي قالك وقتي فجرت يعني بر هذا ما اشارتك ده بمن محطات ثانية جانا مدى وك اشارة ما اشارت بدان دام بيراما بتاني بله برهند داخلی ام داخلی همه تفاصیل آن نه. برای وکی زمان انفر بین عربی دست بکا ما خوندنام عربی بین و زمان دهیکی جک هر کردی بین ما کردی زانی بس کردی هنگ دست بک بی یعنی یا نویسین همه یا صحبت و آخفتن مزانی یا وک نویسین من نویسی یعنی عربی پتر من نویسی و فتره از ایران انفری زمان فارسیش بین یعنی سه زمان از زانی کردی عربي فارسي فارسي جيك مانا تقريبا يزيك سه صالك ما ناخفته بس هر امزان يعني شن باخبينو شن دانو صاندنا كي بكين يعني بإجاري مجبير ناكرا جار جار جو خد ما اخبار فارسي جيك داش بير ناكم يعني وقتي ام جهشتينا يقرتو اسلامي كردستان و مؤسسات راقهاندني هيدا بينو بين مؤسسة وكي راديو وكي تلفزيون وك بيف ام بجدارينو بردوامين يعني هي حفتيانا ما برنامجت هاي الراديو دا التلفزيون دا ام بردوامين يعني بابتت يت هم بابتت يعني جورا وجور يت متنوع ما يتبيش كشكرين وحتى نوكا تشي راديو بت ان تشي تلفزيون بت ان هل كفتك مناسبه كبت چه هجرت بت چه مريده پیغمبري بت هر هل كفتك هبت ما بجداريا
كذا كريم. طبعا أبا أمبيراد بين أموكي أركا كل سرملة تخل بينين، يعني كاري دعوي كاري تبليغي إسلامي أم وك أركا كل سرملة خوا الدين أمبيراد بين، يعني إيش داس فيك أم جهشني أجرتو إسلامي كردستان وحتى أم ساخن حتى بميني نجيك أم دي خزمتا خلق خدا بين، يعني أم شين بيجي ما خز أم وك خزمت ما قالك خزمتي جا بيش كشي هجارة كري كم درامتا كري دسكورتا كري و كارت بيروز و خير و خير خازي أم اتبرابين حتى نوكجي كيو أم تجا نراوستين و نواستين جيك دي بردامين سركار خواهي يه خير خازي يه دعوي چكو دعوة جهاندنا پیاما اسلامي أبا أركا كستوي مدى، يعني أم تجا وناكينكو أم بجن الله متوسطين أن دي راوستين أن هما حتى غيري بس نا أم يتهاتين دابي پيامي بجهينين هندي أم صاحبينو هندي أم هبي. كتنامي دو مهيكي أس بيجم و أم هيما خدي بجهينين دعوة خدي بجهينين دعوة پیغمبر بجهينين يا ترج أم خلقي خوا ببهرنكين جهدو بزابط خوا، يعني خاط نخاصم تخا جحيلة جنجا و خاصة ادبي سردامي أم تيدا أم خمك يجيب خوين و بردوام الجلوان بين و دائما برابانی شوان بکین تیگی هشتین آوان زیدکین و یعنی هندی ما پیچه بد ام دین خودی بگیریدین و دا تأثیرات یه دورو برا الوان نای تاکرنه تکو همه سردمه که دا گلک سردمه گلکی یه زحمته، یعنی ابی سردمه ام تیده و دنیا که يا انفتاحة كزيدة يا تشيبي، يعني أف عيالي ما جنجي ما كرد ما كتشت ما أمانة نسطوه مدى أم خزمتها وامكين يا دي تريجيخ أم خزمتها جالي خوابكين خلكي خوابكين خلكي ما جالي يعني زحمتها ديتين نخوشها ديتين طنقابية ديتين أم نبجن أبا فلان جهتها أبا فلان لا، يعني أنا خزمتي أم وك خلكي ما يعني كردة بصرمانة يعني بدوي هاري كاريه يا شو جم هاري كاريه نرى واصلين برامبري كسكي چلا ينبت، يعني ام هاري كاريه پشكش بكين خزمتوان دابين.